أذربيجان دولة الكثير منا ما كان يسمع عنها أو لحتى هذه الأيام ما بيعرفوها. جمهورية أذربيجان تقع في منطقة جنوب القوقاز في أوراسيا، وتمتد على غرب آسيا وشرق أوروبا، وعلى حدود عدة دول مثل أرمينيا من الغرب وروسيا من الشمال وجورجيا من الشمال الغربي وإيران من الجنوب، ولها حدود قصيرة مع تركيا من الشمال الغربي وبحر قزوين من الشرق. فهي ذات موقع جغرافي مهم، والتي كانت تعد من طرق تجارة الحرير. أما بالنسبة إلى سبب تسميتها بهذا الاسم الغريب بعض الشيء، واللي بيعتبره الكثير أنه مريب أو غريب بعض الشيء أو غير مستساغ، فترجع قصة تسميتها إلى روايتين. البعض قال أنه سميت باسم قائد الجيش كان في عهد الإسكندر المقدوني، والبعض الآخر وهو الأرجح بأن أصل التسمية جاء من الديانة الزردشتية القديمة التي كانت أنذاك ديانة ساكنيها، وكانت تعني بالفارسية محمية بالنار المقدسة. تعدادها السكاني تقريبا يقدر بعشرة مليون نسمة. تضم أذربيجان خليط من الأقليات مثل اللازيغيين والروس والأكراد والتاليش واليهود والتتار والجورجيين، بحيث يشكلون الأقليات 10% من نسبة السكان، و 90% الآخرين من السكان الأذريين. عملة الدولة هي المنات، وكانت في السنوات القليلة السابقة تساوي الدولار الأمريكي، أما في وقتنا الحالي فهي تساوي دولار و70 سنت. عاصمة الدولة باكو، تعتبر من العواصم الأسرع تغيراً في العالم. تقع العاصمة على ساحل بحر قزوين، تعتبر نقطة تقاطع طبيعي بين الشرق والغرب، وكانت مركز طريق الحرير، وموقعها هذا مع غناها بالموارد النفطية جعلها تؤدي دوراً أساسياً عالمياً. نشأت في مدينة باكو وبشكل سريع مباني جديدة ومتألقة، مثل مبنى كريستال هول الذي بني في عام 2012 واستغرق بناؤه سنة فقط، ويعتبر من المباني المميزة والرائعة. قاموا ببنائه لاستضافة مسابقة اليوروفيجن الغنائية، وهناك أيضا أبراج اللهب التي تميز المدينة بشكلها المميز والاستثنائي من خلال الموقع المبني فيه والشاشات المضيئة التي تعطيه من الخارج، والتي تضيء ليلا بألسنة لهب مما يجعل شكلها وكأنها ألسنة لهب مشتعل. على الرغم من أن اللغة الأذرية هي الأكثر انتشارا في البلاد، لكن هناك حوالي 13 لغة أخرى في المناطق الحدودية والأرياف. أصل اللغة الأذرية هي لغة تركية، وتحتوي على أكثر من 2000 مفردة باللغة العربية، وكانت تكتب بالأحرف العربية حتى سنة 1929، تبدلت إلى الأحرف اللاتينية المعدلة. وفقاً للاستطلاعات فإن أذربيجان هي واحدة من أكثر البلدان الغير متدينة، و 50% من الذين شملهم الاستطلاع أفادوا إلى عدم وجود أي أهمية للدين بحياتهم، لكن 80% من السكان يعرفون عن أنفسهم بأنهم مسلمون على الرغم من عدم ممارستهم لأي عبادات. وبموجب المادة 48 من الدستور الأذربيجاني فهي دولة علمانية، وفيها الحرية الدينية بممارسة عبادات مختلفة مثل اليهودية والمسيحية والبهائية والزردشتية. استقلت أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، ويعتبر مؤسس الدولة الحديثة الرئيس السابق حيدر علييف،
حيث قام بجلب الاستثمارات والتقليل من نسبة البطالة وتطوير منظومة التعليم. آخر لا يشبهه أحد من المباني في العالم وهو متحف السجاد أو معرض السجاد. يعتبر السجاد من العناصر الأساسية بالتراث الأذربيجاني وأعطي أهمية كبيرة، لذلك خصص لهذا المتحف مبنى على شكل أسطواني بشكل سجادي ملفوفة، وهو مكون من 3 أدوار بحيث يعرض فيه لوحات فنية من السجاد، وكل لوحة تشير إلى حقبة معينة من التاريخ وعادات وتقاليد المنطقة المصنوعة فيها، أي تحمل كل سجادة قصة تاريخية للحضارة القديمة. لذلك اعتبرت منظمة اليونسكو بعض السجاد الأذربيجاني تحف فنية من التراث، ودعمت افتتاح الموقع المخصص لافتتاح هذا المتحف. شكل المتحف الأسطواني من الداخل بيساعد بعرض السجاد بشكل مميز على جدرانه المنحني، حيث يمكنك رؤية السجاد والرسومات والألوان بشكل واضح وجميل بألوانها الزاهية. وبالفعل بعض السجاد عند رؤيته تشعر وكأنه ليس مجرد قطعة قماش، بل هو عبارة عن كتب ورسومات تحكي قصة حياة إنسان بذاكرته وثقافته. بعض السجاد يمنع وضعه على الأرض دلالة على أهميته، فيكتفى بتعليقه على الحائط كلوحة فنية. الدخول إلى متحف السجاد يحتاج إلى تذكرة ذات سعر رمزي، ولو زرت مدينة باكو فيجب عليك زيارة هذا المتحف، كما هو الحال مع مركز حيدر علييف الثقافي، فهذه المباني عجيبة. تميز باكو بعض الظواهر الطبيعية مثل جبل النار الذي تنبعث منه الغازات المشتعلة على مدار السنة، وقد بات مقصد للسياح للمجيء ورؤية النار المبعثة من باطن الأرض. فطبيعة المدينة باكو الجيولوجية تساهم في تشكل البراكين الطينية، حيث تمتلك أذربيجان أكثر البراكين الطينية الموجودة في العالم، ولديها قمم جبلية يصل ارتفاعها إلى 4500 متر عن سطح البحر. We'll be right back.
الياباني المميز أيضا المركز الثقافي المسمى بمركز حيدر علييف، فهو يعتبر المبنى الأكثر غرابة في المدينة، حيث قامت المهندس المعماري العالمي زوها حديد بتصميمه بشكل استثنائي بحيث لا يحتوي على أي زوايا، ويضم المبنى قاعات للاجتماعات والعرض أو متاحف ومكتبي، وهو مؤلف من 8 أدوار. تتميز مدينة باكو بتصميم أبنيتها الحديثة التي تتوافق مع ثقافة البلد وبنائها القديم، حيث قام المهندس المعماري الفرنسي نورمان فوريستر بتصميم المباني على الطراز الفرنسي القديم بلمسة حديثة، حيث أعطت جمالية رائعة للمدينة. في قلب مدينة باكو الحديثة تقع المدينة القديمة التي تعرف باسم إتشاري شهار باللغة الأذرية، ويعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد، حيث تضم المباني القديمة والقلاع، والمعلم الأساسي طبعا هو قصر الملك شيروان شاه الذي حكمت أسرته أطول فترة حكم على هذه البلد، والتي دامت 700 عام في القرن الخامس عشر للميلاد. يتميز قصر الملك بوجوده على قمة المدينة القديمة، ما يعني إطلالته الساحرة على البحر وكشفه لكل المدينة. يضم القصر بعض الأثريات والمقتنيات والرسومات التي تعود إلى ذلك العصر. تتميز المدينة القديمة بأنها إلى هذا الوقت مفعمة بالحياة،
حيث تجد السكان والمحلات والمطاعم والفنادق الصغيرة داخل المدينة. فالمدينة القديمة يعيش الناس فيها ويقضون عملهم وتستقبل زوار من جميع دول العالم. بالنسبة للريف الأذربيجاني فهو يتمتع بطبيعته الخلابة وأجوائه الجميلة. نبدأ بمدينة غوبا حيث تبعد عن باكو ساعتين ونصف بالسيارة. يمكنك الوصول إليها أما عن طريق استئجار سيارة وقيادتها أو عن طريق استئجار سائق بسيارته، والمبلغ ليس بكثير، أقل من $100 اليوم الواحد أو بما يعادل $60 إلى $70 تقريبا في اليوم الواحد.
بايدن، وهو من المعالم التي ما زالت حاضرة على الحقبة التاريخية القديمة الذي يعود بناؤه إلى القرن السابع للميلاد. تعرض هذا البرج لبعض الأضرار بسبب العوامل الطبيعية والزلازل وعيد ترميمه، وهو مدرج بقائمة اليونسكو للتراث. الدخول إلى المدينة القديمة مجاني، يؤخذ فقط رسم دخول رمزي إلى قصر الملك شروانشاه. المشي في المدينة ممتع وجميل، ويمكنك قضاء وقت طويل فيها، أو يمكنك حجز فندق والمبيت في أحد الفنادق أو الشقق الصغيرة. تربط مدينة باكو شبكة قطار أنفاق مترو، بحيث تسهل على الجميع الوصول لأي منطقة بشكل سريع ومريح. تبدأ أسعار الفنادق من 20 دولار الليلة الواحدة، ومدينة باكو مليئة بالفنادق الفخمة والعادية، وتمتاز بمواقعها المختلفة بالمناطق الحيوية، منها على البوليفارد ويتميز بإطلالته على البحر، ومنها في شارع نظامي وهو الشارع الرئيسي والحيوي في المدينة، حيث محلات لكل ماركات الملابس العالمية والمطاعم المحلية والعالمية. شارع نظامي الشارع مفعم بالحيوية والذي لا ينام على مدار الساعة، وخصوصا في فصل الصيف. بدأت السياحة تأخذ منحا آخر في باكو بعد التطور السريع الذي طرأ عليها، وتستضيف أيضا فعاليات دولية مثل دورة الألعاب الأولمبية ومسابقات اليوروفيجن وسباق الفورميلا 1 العالمي. تضم أيضا أكبر صالة رياضية للجمباز، أضاف أنها لا تزال تحافظ على تقاليد الحمامات وحمام السوق كالذي ينتشر في تركيا وبلاد الشام، فهي من التقاليد القديمة جدا.
تعتبر باكو من أهم مناطق من أهم المناطق النفطية في أذربيجان. إصدارات النفط الموجودة فيها ليست بالقليلة، فأذربيجان تعتبر دولة نفطية ولعبت دور أساسي في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت المصدر الأساسي للنفط الاتحاد السوفيتي آنذاك، مما جعلها مستهدفة للقصف من القوات الألمانية. السياحة في باكو جدا رائعة، ويوجد فيها العديد من الأماكن السياحية والترفيهية، ويمكنك قضاء أسبوع فيها، وهي تصلح للعائلات والشباب وتعتبر رخيصة بعض الشيء. تتميز بأكلها ومطاعمها المتنوعة وخصوصا المحلية. يعتبر المطبخ الأذربيجاني مميز عن باقي البلدان، حيث يتمتع بخليط من المطبخ الإيراني والتركي والأوروبي. والشيء الذي أعطى هذا المطبخ الأهمية الأكبر توفر اللحوم الطازجة في أذربيجان والخضار والفواكه الطبيعية والعضوية. التنقلات بالمدينة جدا سهلة ورخيصة، يمكنك استخدام المترو والباصات والسيارات، وغالبا ما يستخدم العائلات أوبر أو بولت، فهو مناسب جدا من حيث السعر وسهولة التطبيق. الانترنت يمكنك ان تاخذ باقه مفتوحه غير محدوده بمبلغ يعادل 80 دولار او باقه لمده شهر طبعا، او باقه بسيطه ب 10 دولار تكفيك لمده استخدام 10 ايام او اسبوع. الوقت المناسب لزياره مدينه باكو هو شهر 5 و 6، الاجواء تكون معتدله وبارده بعض الشيء. كان ذلك في فصل الشتاء، فهي تستضيف سياحة التزلج على الثلج، حيث تغطي ثلوج الجبال لمدة شهرين من شهر 12 إلى شهر 2 من السنة. ومن المناطق الريفية الجبلية الجميلة مدينة جابالا والأرياف المحيطة بها مثل إسماعيلة وشاكي وشماخي، حيث تجد مزارع العنب وحقول القمح وأشجار الفواكه والأنهار والشلالات، وأهلها جميعا من المزارعين. يمكنك قضاء 3 إلى 4 ليالي
في فنادق أو فيلل خاصة أو شقق فندقية، حيث يمكنك عيش حياة ريفية بكل معنى الكلمة والتعرف على عادات وتقاليد أهل الريف. سأعطيك بعض النصائح المهمة قبل سفرك إلى أذربيجان. هي بلد سياحي صاعد وأهلها ناس طيبون لا يهتمون بدين أو بعرق، أهمهم إرضاء الضيوف وجلب أكبر عدد منهم. أهل البلد لا يتكلمون اللغة الإنجليزية، لذلك عليك تعلم الأرقام وأسماء الأشياء الأساسية لأنه ممكن تتعبك في حال كنت لوحدك. لا تستأجر سيارة لو كنت مسافر مع عائلة، في سواقين ممكن يرافقوك لمدة أيام أنت تحددها وبسعر جيد، فقط اتفق معهم على المناطق التي ترغب بزيارتها وكاسرهم بالأسعار. أغلب السواقين يتكلمون العربي البسيطة، يمكنك التفاهم معهم. حجوزات الفنادق في باكو خليها في شارع نظامي أو قريب من البوليفارد حتى تقدر تتمشى وتزور الأماكن بدون استخدام مواصلات. مدينة باكو تحتاج إلى 5 أيام أقل شيء لكي تغطي جميع المناطق. استخدام تطبيق بولت هو التطبيق الأمثل للمواصلات، أكبر قيمة فيه لا تصل إلى 7 دولار، وممكن أنك تدفع $1 أحيانا للمشاوير القريبة. لا تصرف العمري مرة واحدة، بل صرف فقط عند الحاجة لأنه سعر الصرف يتغير. استخدم الدولار فقط. لا تذهب إلى قبالة وترجع بنفس اليوم لأنها متعبة، بل اجلس فيها 3 أو 4 أيام واذهب منها لزيارة شاكي وقرية لازا والفعاليات المحيطة بالبلد. تجنب السفر في شهر 8 أغسطس لأن باكو حارة في هذا الشهر ومزدحمة. هناك بازار شعبي ضخم وأسعاره رخيصة يمكنك التسوق منه، حيث يحتوي على كل ما يمكنك تخيله من تحف وهدايا وملابس ومعدات، وهو قريب من مركز المدينة. التاكسي عليه ب$4 لأنه يقع على طرف المدينة بسبب كبره وتنوعه. اسأل عن المطاعم الشعبية التي تقدم الأكل المحلي، ويفضل أن تكون خارج شارع نظامي لأنه الأسعار داخل شارع نظامي بتكون أعلى دائما. لو كنت ترغب بحجز الفنادق وبرامج سياحية مع سائقين، اكتب لي بالتعليقات وأنا سوف أعطيك أرقام تواصل ممكن توفر عليك الكثير وتكون أرخص من بوكينج أو باقي مواقع الحجوزات الأخرى. يمكنك التواصل معهم باللغة العربية قبل سفرك وتجهيز جميع الحجوزات والفعاليات. Thank you.
هذا المنظر اللي كنت عم بحكي عنه، سنابل القمح معطيه اللون الذهبي ومزارع عنب على مد عينك. المنظر شيء خرافي بصراحة، من بعيد وانت نازل من الجبل. هذه منطقة شماخي، شماخي مشهورة بمزارع العنب، يعني بلد العنب بأذربيجان هي شماخي. بالإضافة لمزارع القمح، طبعاً الأراضي مثل ما حكينا الأراضي مزروعة كلها قمح، ومنظر مزارع العنب صراحة رائع جداً. عاملينه مثل الشاي، مثل تفصيل الشاي، عاملين طرق بين كل مربع ومربع، ومسوين المزارع بشكل نفس طبيعة، نفس زراعة نظام زراعة الشاي. بمزارع الشاي هيك بيزرعوه، فمش نظام المدرجات أو معرشات للعنب، عاملينه نظام. صراحة أول مرة بشوف هيك منظر، من بعيد وانت نازل من الجبل بتشوف المنظر هذا، اللون الذهبي تبع القمح مع اللون الأخضر تبع العنب، شيء رائع. منطقة شماخي ما بين قبلة وباك. ما شاء الله، عنب، مشمش، ذرة، خوخ، جبال كلها مزروعة بالفواكه ما شاء الله. بنهاية هذا الفيديو شكرا لمتابعتكم ولدعمكم للقناة. إلى اللقاء في فيديو آخر. سلام عليكم.